جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كيان قديم واسم باذخ وسهم متجدد. منتصف القرن الماضي كانت البداية، تحديدا عام 1902 بمدرسة التجارة ومدرسة الخرطوم الفنية، والتي تحولت في عام 1950 للمعهد الفني، والذي تحول لاحقا إلى معهد الكليات التكنولوجية عام 1975، ثم يحمل بعدها اسم السودان مضافا إليه العلوم والتكنولوجيا بعد ترفيعه إلى جامعة في العام 1990 كأبرز نجاحات ثورة التعليم العالي. منذ أن كانت الجامعة معهدا فنيا، ارتبطت مناهجها بحاجات البلاد في شتى مجالاتها، فرفضت مواقع العمل بكوادر كانت لها عطاء، وأي عطاء، أعطت هنا وعم خيرها بلاد الدنيا. رؤية الجامعة ترفع سقف التحدي، فهي ستمضي إلى أن تحقق ما جاء فيها لتصير أرفع المراكز العالمية ورائدة في البحث العلمي وملتزمة بخدمة المجتمع. من رسالة هذه الجامعة إن بتسهم إسهام واسع في الاستشارات الصناعية والاستشارات للجهات الأخرى من زراعية وصناعية ورعوية وخلافه في التخصصات المختلفة. جامعة السودان هي رائدة الجامعات في مجال خدمة المجتمع، لأنها الآن بتسهم في تقديم الخدمة وتقديم المشورة وتقديم الرعاية للعديد من القطاعات المجتمعية. من هنا يتم رصد التطوير والمتابعة والتجويد للأداء الأكاديمي، وقد كان هو سمة طلابها وخريجيها، فمن خلال العلاقة مع الكليات والمعاهد يمضي جهدهم للمحافظة على التميز بإعداد وتطبيق مناهج أكاديمية متطورة، هذا غير إجازتهم للدرجات العلمية واعتماد الشهادات. وعبر لجنة التدريب المركزية تقوم بتأهيل أعضاء هيئة التدريس والتقنيين والموظفين. للذين لم يحظوا بالتخرج في هذه الجامعة فرصة للتشرف بنيل درجة فوق البكالوريوس عبر كلية الدراسات العليا، حيث تتيح لهم نيل الدكتوراه والماجستير والدبلوم فوق الجامعي في كل التخصصات بالجامعة، حيث عبرها نال حوالي 12,000 درجاتهم العليا منها، وأشرف عليهم خيرة أساتذة وعلماء الجامعة. يتسع صدر الجامعة لاستقبال من يستحقون الانتماء إليها، فتنوعت التخصصات بما يحقق أهدافها، وتوسعت مقارها مثلما توسع وتنوع عطاء خريجيها. الجامعة متنوعة ومتعددة، فيها 24 كلية، هذه الكليات يعني فيها التنوع. أضفنا لهذه الكليات كليتين، كلية الطب وكلية الصيدلة، وكذلك في هذا العام 2018 إن شاء الله سوف يقبل الطلاب في كلية الأسنان، وحقيقة لها كليات متميزة مثل كلية الفنون الجميلة والتطبيقية وكلية الموسيقى والدراما وكلية التربية البدنية والرياضية. هذه الكليات يمكن تخدم المجتمع بصورة واسعة جدا وتخدم شرائح متعددة. الذين تخرجوا في تخصصات كلية الهندسة بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا هم عنوان لتميز هذه الكلية، تمنح بكالوريوس الشرف في 10 فصول دراسية تغطي جل التخصصات الهندسية. يتوزع طلاب الهندسة بين هندسة المساحة والهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية وهندسة الكهرباء وهندسة الطيران والهندسة الطبية والحيوية
والهندسة الإلكترونية والهندسة النووية، وفي هندسة وتكنولوجيا النفط يتخصص طلاب في هندسة النفط وآخرين في هندسة استكشافه، وبعضهم في هندسة نقل وتكرير النفط وهندسة التعدين. وللعمارة والتخطيط مكان بارز، كما لهندسة المياه والبيئة وهندسة وتكنولوجيا الصناعات. للعلوم حضور في اسم الجامعة، ويتحقق لها ذات الحضور بين كلياتها. من هنا يتخرج اختصاصيين في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والإحصاء التطبيقي، وكذلك في علوم النبات والحيوان والمختبرات العلمية والجيولوجيا. كثير من علماء بلادنا في هذه المجالات عبروا من هنا. منذ أن بدأت بوادر ثورة الاتصالات التي كان نواتها قاعات الكمبيوتر، انتبهت الجامعة وقرأت المستقبل، فكانت كلية علوم الحاسوب. علوم الحاسوب والشبكات ونظم المعلومات وهندسة البرمجيات يتم تدريسها هنا مواكبة للعصر وعلومه. كان السودان وما زال عشم العالم في توفير غذاء آمن وطبيعي، وتجاوباً مع طبيعة البلاد الزراعية وغنائه بموارد طبيعية، فإن جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وعبر كلية الدراسات الزراعية تدعم عشم العالم، حيث ترفد سنوياً هذا الحقل بمختصين في مجالات علوم وتكنولوجيا الأغذية، الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، وقاية النباتات، الهندسة الزراعية، الإنتاج الحيواني، البساتين، الاقتصاد الزراعي، علوم المحاصيل الحقلية، وعلوم التربة والمياه. وغير بعيد عن هذا تجد كلية علوم الغابات والرعي تغطي مناهجها هذين الحقلين الغنيين في السودان، حيث علوم الغابات وعلوم الرعي. هذا غير ما تقدمه كلية الطب البيطري، وفي 10 فصول دراسية تمنح بكالوريوس الشرف في طب وجراحة الحيوان. ولمزيد من الاهتمام بهذا الشأن، مضت الجامعة لأكثر من ذلك فيما يختص بالإنتاج الحيواني، فأفردت له كلية علوم وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني. هنا يتخصص الطلاب في علوم الأسماك والحياة البرية، أو في علوم وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني، علوم وتكنولوجيا الدواجن، تكنولوجيا اللحوم، وعلوم وتكنولوجيا الألبان، ولخريجيها سهم في كثير مما حدث من تطور في هذه المجالات في السودان. يوم أن أسست الجامعة معامل بأحدث التقنيات، أعلنت عن افتتاح كلية الطب والجراحة. أساتذتها مشهود لهم بالنبوغ وعلماء ثقات، وهي ذات صفات أساتذة كلية الصيدلة. هنا تخصصات تتوزع بين الممارسة الصيدلية والكيمياء الصيدلية والأدوية والصيدلة الإكلينيكية والعقاقير الطبية. يتوفر من هنا كادر مؤهل لمصانع الأدوية والصيدليات ومراكز الأبحاث. وأعطت الجامعة حقل الطب كثير اهتمام، فأتاحت تخصصات أكثر دقة. فبينما تجد كلية لعلوم الأشعة الطبية تدرس تكنولوجيا الأشعة التشخيصية وتكنولوجيا العلاج بالأشعة، تجد كذلك المختبرات الطبية، حيث علم الأحياء الدقيقة وعلم الطفيليات والحشرات الطبية، إلى جانب علم الدم ومبحث المناعة وعلم أمراض الأنسجة والخلايا. هذا غير الكيمياء السريرية. من أوائل برامج جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا كانت الدراسات التجارية. لا تجد مؤسسة ناجحة إلا وضمن فريقها عدد مقدر من منسوبي هذه الكلية. تمنح بكالوريوس الشرف في 8 فصول في تخصصات التكاليف والمحاسبة الإدارية، وفي إدارة الأعمال، وفي نظم المعلومات الإدارية، وفي البنوك والتمويل، وفي الاقتصاد التطبيقي، السكرتارية، المحاسبة والتمويل، وفي التسويق. لم تنس الجامعة في زحمة اهتماماتها المعلم، فرفضت المؤسسات التعليمية بأساتذة أكفاء في تخصصات التربية والتربية التقنية والتربية لغات والتربية علم النفس والتربية الفنية.
ولأننا نعيش في عصر الاتصالات حظي حقل علوم الاتصال باهتمام تمثل في تخصيص كلية لدراساتي، فكانت كلية علوم الاتصال تمنح بكالوريوس علوم الاتصال في العلاقات العامة والإعلان وفي الصحافة والنشر وفي الراديو والتلفزيون وفي السينما والتصوير والوسائط المتعددة. وغير بعيد من هذا، أعطت للغات وضعها كأداة بالغة الأهمية في المعرفة والتواصل، ويتخصص طلاب كلية اللغات في اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية. تتميز الجامعة بتخصصات نوعية، كلية الفنون الجميلة بكل تخصصاتها، وغير بعيد منها كلية الموسيقى والدراما. ثم في القسم الجنوبي تجد الكلية الرائدة كلية التربية البدنية الرياضية، إضافة إلى هذه وتلك معاهد ومراكز متخصصة في علوم ودراسات نوعية. فلك أن تتوقف في معهد الليزر، وهو يقدم 4 برامج أكاديمية على مستوى الدراسات العليا في تطبيقات الليزر في الطب وطب الأسنان وفي الهندسة والعلوم الأساسية. ومعهد العلوم والبحوث الإسلامية يقدم الماجستير والدكتوراه في التخصصات الإسلامية المرتبطة بالقرآن والسنة المحمدية. وتدعم الجامعة مسيرة السلام بتأسيسها لمركز دراسات وثقافة السلام، بينما يقوم مركز دراسات وتنمية الرحل بتنفيذ برامج إرشادية للرحل في مجالات الإنتاج الحيواني وإعداد وتنفيذ مشروعات تنموية تستهدف هذه الشريحة. وتتميز الجامعة بمركز بحوث الحشائش يتدارس منسوبوه أفضل الطرق لمكافحة الحشائش المتطفلة وأثرها على المحاصيل. وتأكيداً لخدمتها للمجتمع، أسست الجامعة معهد تنمية الأسرة والمجتمع، وهو منصة للدراسات العليا لتخصصات رياض الأطفال والخدمة الاجتماعية والعمل الطوعي، بالإضافة إلى دوره في إقامة الدورات التدريبية لحواء السودان للمساهمة في تمليكها مشاريع إنتاجية ومعرفة تعينها على إدارتها. منحت الجامعة الفرصة لآخرين لا يسعهم التفرغ للدراسة، فكان البكالوريوس بالانتساب في بعض تخصصات الدراسات التجارية وعلوم الاتصال والتربية واللغات. ويتسع عطاء الجامعة، فتمنح الدبلوم في 6 فصول دراسية ل53 برنامجا أكاديميا تتوزع بين الدراسات التجارية والهندسية والعلمية والدراسات الإنسانية. ولمزيد من ارتباطها بالمجتمع وخدمتها له، أطلقت الجامعة حاضنات متنوعة مسمياتها تؤكد على عظم دورها وأهميتها. لها حاضنة للصناعات الأسمنتية وأخرى للصناعات الجلدية، وحاضنة للتصميم الصناعي، وحاضنة للإنتاج الحيواني. وفي ذات الإطار افتتحت حديقة للحيوان بولاية الخرطوم في شرق النيل، أضحت متنفسا ومساحة للترفيه والترويح عن النفوس. عماداتها وعمداؤها ومنسوبو العمادات يجعلون من أهداف وتوجهات الجامعة أمرا سهلا وفي الإمكان تحقيقها. وعضوية الجامعة في اتحادات وكيانات إقليمية ودولية تشهد على نجاحها. فجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عضوا باتحاد أساتذة الجامعات واتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات الإفريقية واتحاد جامعات العالم الإسلامي والاتحاد العالمي للجامعات، ولها في كل هذه الكيانات سهم وعطاء.
هذه العلاقات الخارجية تستفيد منها الجامعة في تقديم الباحثين والمشاركة في البحث العلمي الداخلي والخارجي مع دول عديدة، منها في آسيا ومنها في أمريكا وكذلك في أوروبا. يعني عندنا علاقات مميزة مع تركيا، علاقات مميزة مع بريطانيا، وعلاقات مميزة مع الصين وبعض الجامعات في أمريكا. ولذلك هذه العلاقات يعني تسهم في البحث العلمي المشترك وفي التبادل الأساتذة وفي تبادل الطلاب، وهذه ميزة أخيرة. والاتحاد الأوروبي اشتركنا معه في برنامج خاص اسمه برنامج إيراسموس، يمكن واحد من الجامعات السودانية التي تسهم في هذا البرنامج، وإن شاء الله يرى النور قريبا. وتبقى جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا مركز تنوير ونيل معرفة وحقل إعداد لمن يسهمون في نهضة السودان وتنميته بعد أن تسلحهم بالعلم والوعي والمعرفة.